بين اسوار الجامعه وقبل ان تتخرج سلمى من كليه الاداب تزوجت عرفيا من صديقها الذي يسبقها في الدراسه بعام والذي لم يكن قادرا ماديا على تجهيز شقته وبعد عامين من الزواج فاجاها زوجها بخبر اسعد صدرها وقلبها لان مشكلتهما قد حلت حيث سيسافر بعد اسبوعين للعمل في الخارج براتب كبير يعود بعدها ليعلن زواجهما احتفل الزوجان معا في احد الفنادق بهذه المناسبه السعيده ولتكون هذه الليله هي ليله الوداع الجميله المليئه بالحب والعاطفه سافر الزوج وبعد شهرين وفيما هي تحمل شهادتها الجامعيه في يدها كان الجنين يتحرك في احشائها بينما الزوج تحلق به الطائره في طريقه الى احدى الدول الخليجيه تمر الايام بطيئه والزوج المسافر لم يرسل عنوانه او دعوه لتسافر اليه كما وعدها لقد اختفى تماما حتى اهله لا يعلمون مكانه الايام تمر والجنين يكبر وبطنها يتمدد والفضيحه باتت مؤكده ماذا تفعل سلمى لقد اصبحت في موقف لم تفكر فيه اطلاقا واصبح الحل الوحيد امامها حتى لا ينكشف امرها هو الاجهاض لكن ليس عن طريق الطبيب او مستشفى حتى لا تسال عن الزوج اولي الامر لذلك حاولت اجهاض نفسها من خلال الوصفات الشعبيه فاصيبت بنزيف حاد وماتت في بيتها وامام والديها واخوتها الذين غابوا عن فكرها لحظه اقدامها على الزواج العرفي لقد اخفت عنهم زواجها وحملها ولكن الان بعد موتها عرفوا ان ابنتهم قد جلبت لهم العار حتى ولو علموا انها متزوجه عرفيا وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. الحاج ياسين رجل تقي. أثناء عمله بالتدريس افتتح داراً لتحفيظ القرآن داخل قطعة أرض يملكها على أطراف القرية، وبعد سنوات ذاع صيت القرية وأصبحت قرية نموذجية. فخطط أحد أثرياء القرية لمشروع تجاري كبير، وكانت العقبة الوحيدة هي وجود دار التحفيظ ضمن الأرض التي اشتراها من أصحابها، وقد عرض على ياسين ثمناً كبيراً لشراء الدار وهدمها لتنفيذ مشروعه. ولكن ياسين لم يوافق على البيع رغم تهديد ووعيد الثري له ظل الثري في حيره حتى جاء اليه احد اعوانه واخبره ان بالمدينه المجاوره رجلا من ابناء القريه اسمه حافظ يقوم بتزوير الاوراق والتوقيعات واوصاه بالذهاب اليه لتزوير عقد بيع دار التحفيظ له ذهب الثري الى حافظ فاحسن استقباله واستاذنه ليذهب لغرفه ابنه المريض ليطمئن عليه وسمع الثري زوجه حافظ تقول له اتق الله وكفاك مالا حراما هذا المال اتعسنا ويكاد يهلكنا جميعا غضب حافظ من زوجته ثم خرج ليقابل الثري وعندما سمع اسم ياسين تصبب عرقا وقال للثري هذا الرجل كان معلمي بالمدرسه وقام بتحفيظ القران واوصاني باشياء كثيره نافعه لم اعمل بها وعملت بعكسها لاصبح ثريا مثلك ولكنني خسرت كل شيء ثم قام بتزوير التوقيع وأخذ مبلغا كبيرا من المال وبعد أيام وصل إلى ياسين دعوة من المحكمة بتسليم دار التحفيظ للثري بعد بيعها له مع إرفاق صورة من العقد وحددت المحكمة موعدا لحضوره والثري إليها وفي اليوم المحدد ذهب ياسين للمحكمة وأقسم أنه لم يبع للثري شيئا وأن هذا التوقيع ليس توقيعه بينما اقسم الثري على صحه التوقيع وفي هذه الاثناء دخل حافظ وقرا قول الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ثم قال للقاضي اعترف بانني من قمت بتزوير توقيع استاذ الفاضل ياسين واخذت من هذا الثري ثمن هذا التزوير واذا لم اكن افعل هذا لفعله غيري وضاعت دار الرجل الطيب وانا راض باي حكم شرط ان تحاكم الثري ايضا بعدما تسالوه كيف ربح امواله في فتره قصيره عاد دار التحفيظ الى ياسين وتم الحكم على الثري وعلى حافظ الذي اعلن توبته الى الله والتخلص من كل مال حرام حصل عليه يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير في عهد الفاروق عمر وصل الى مسامعه ان جيوش الفرس المنهزمه امام جند المسلمين كانت كلما اوشك المسلمون على ان يقضوا عليها ياتيها المدد وتستعيد قوتها مره اخرى وكانت مدينه الابله من اهم المدن التي ترسل الاموال والرجال والسلاح الى جيوش الفرس فراى عمر بذكائه ان يفتح تلك المدينه ليقطع المدد عن جيوش الفرس ولكنه تذكر أن شباب المسلمين بل وشيوخهم قد خرجوا غزاة في سبيل الله، فأراد عمر تعويض قلة الجند بقوة القائد وتقواه وذكائه، فأخذ يبحث في قائمة الأتقياء الأقوياء، وإذا به يجد صورته أمام عينيه، إنه سابع سبعة أسلموا في هذا الكون، إنه الرامي الذي لا تخطئ له رمية، عتبة بن غزوان. فبعث إليه وأخبره بتلك المهمة الصعبة التي تحتاج إلى رجال يعرفون ربهم ليعوضهم بالنصر من عنده وعقد له الراية على ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا وطائفة قليلة من النساء وسار إليه عدد من الأعراب حتى أصبح العدد ستمائة ووقف الفاروق يوصي هذا الجيش وقائده قبلهم بتقوى الله كانت الأبلة مدينة حصينة وكان الفرس قد اتخذوها مخازن لأسلحتهم، لكن ذلك لم يمنع عتبة من غزوها على الرغم من قلة رجاله وسلاحه، وكان لابد له من أن يستعمل ذكاءه حيث أعد للنساء رايات رفعها على أعواد الرماح، وأمرهن أن يمشين بها خلف الجيش، وقال لهن: إذا نحن اقتربنا من المدينة فأثرنا التراب وراءنا حتى تملأن به الجو. فلما اقتربوا من الابله خرج عليهم جند الفرس فراوا اقدامهم عليهم ونظروا الى الرايات التي تعلو وراءهم ووجدوا الغبار يملا الجو خلفهم فقال بعضهم لبعض انهم مقدمه العسكر وان وراءهم جيشا كثير العدد والعده يثير الغبار ونحن قله دب الذعر في قلوب جنود الفرس فاخذوا يحملون ما خف وزنه وغلا ثمنه ويتسابقون الى ركوب السفن الراسيه في دجله وينسحبون فدخل عتبه الابله دون ان يفقد احدا من رجاله ثم فتح ما حولها من المدن وغنم غنائم فاقت كل تقدير ومن بعدها اخذ الناس يسافرون الى الابله باعداد كثيره راى عتبه ان اقامه جنوده في المدن المفتوحه سوف تضعف من قوه عزائمهم على مواصله الجهاد فكتب الى عمر يستاذنه في بناء البصره فاذن له عمر فخطط عتبه المدينه الجديده وكان اول ما بناه مسجدها العظيم فمن اجل المسجد خرج هو واصحابه غزاه في سبيل الله بعد ان عمر عتبه مدينه البصره وبنى مسجدها العظيم اراد ان يغادر البلاد عائدا الى المدينه هاربا من الاماره لكن امير المؤمنين امره بالبقاء فمكث عتبه مكانه يصلي بالناس ويحكم بينهم بالعدل ويحارب الاسراف بكل قواه، فلقد تسابق جنده على امتلاك الارض وبناء البيوت، فجمع الناس في المسجد وخطبهم قائلا: ايها الناس، انتم منتقلون عن الدنيا الى دار لا زوال فيها، فانتقلوا اليها بخير اعمالكم، والله لقد رايتني مع رسول الله سابع سبعه، وما لنا طعام الا ورق الشجر. وحاول الكثيرون أن يثيروا في نفسه الشعور بالإمارة وبما لها من حق، خاصة في تلك البلاد التي تعود أهلها احترام المظاهر، فكان يقول لهم: إني أعوذ بالله أن أكون في دنياكم عظيمة، وعند الله صغيرة. وجاء موسم الحج، فاستخلف عتبة على البصرة أحد إخوانه وخرج حاجا، ولما قضى حجه سافر إلى المدينة وطلب من أمير المؤمنين أن يعفيه من الإمارة. لكن عمر لم يعفه ولما لم يكن في وسع عتبه الا الطاعه فقد استقبل ناقته ليركبها راجعا الى البصره واستقبل القبله ورفع كفيه الى السماء ودعا ربه عز وجل الا يرده الى البصره ولا الى الاماره ابدا واستجيب لدعائه اذ لم يبعد عن المدينه كثيرا حتى عثرت ناقته فوقع من فوقها صريعا وفاضت روحه لخالقها راضيه بما اعطت وبما زهدت وعفت محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما